الحمد لله رب العالمين، على خير سيرة حديث عدي بن حاتم المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصلت كلبك المعلم، واللفظ الآخر أيضا: إذا وقع الصيد في الماء فلا تأكل، فلا تدري الماء قتل أم سام. يقول: ألا يدل هذا على أن الأصل في اللحوم الحرمة؟ هذا قد استدل به من يقول بأن الأصل في اللحوم الحرمة، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وفي بدائع الفوائد، وهذا الاستدلال في نظر، لأن هذا الحديث فيما لو اجتمع حاضر ومبيح، ونحن نعلم بأن الأصل في الأعيان الطهارة بالإجماع، ولو اختلط على العبد حاضر ومبيح اجتنبهما، وهذا لا يعني أن الأصل في الماء الحرمة أو النجاسة، فإذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر لحديث علي المتفق على صحته، وأما كونه دليلا على أن الأصل في اللحوم الحرمة فهذه في نظر، لأن الحديث الصحاح والأدلة الصحاح دالة على أن الأصل في اللحوم الحل. من هذا قوله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قوله قد فصل أي بيّن ما حرم عليكم، فمعنى هذه الآية أن ما لم يبين لنا فهو حل لنا، أن ما لم يبين لنا تحريمه فهو حل لنا، وأن الأصل الحل، لأن الله قد فصلت ما حرم، إذا ما لم يفصله لنا فهو حلال، وهذا صريح الآية. يدل على هذا قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالله يقول لنبي: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم، أي ليس هناك شيء حرام إلا ما ذكر لك يا محمد في هذه الآية، ومع ذلك فالأصل فيه الحل، فالحلال ما حله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو. فما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين حديث أنس ومن حديث سلمة بن الأكوع أنه لما كان عام خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ينادي بالناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، وكان الصحابة رضي الله عنهم يطبخون لحوم الحمر الأهلية وإن القدور لتغلي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن الأكوع بإراقتها وكسر الدنان، فقيل: يا رسول الله أو نريقها ونغسلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوها وأغسلوها. فهذا دليل على الأصل الحل، وأن الصحابة كانوا يستصحبون الحل في ذلك، وأن ما كانوا يرون حرجا لأنها حلال حتى جاءهم التحريم. لو كانوا يستصحبون الحرمة ما في دليل على الحل أصلا، أين الدليل على الحمار حلال؟ فدل ذلك أن الصحابة أخذوا بالأصل، وهو أن الأصل في اللحوم الحل لا الحرام، فمن ثم جاء التحريم بعد ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد 21 بأن هذا كان إجماعا قديما، إجماعا قديما، وأن بعض المتأخرين غلط فيه فحكى فيه الخلاف ثم اشتهر، وهذا صحيح لو تأملت في أقوال الصحابة والتابعين وتابعين وقول الأئمة الأربعة أنفسهم ليس تقول أصحابهم، لا ترى بينهم خلافا بين الأصل في اللحوم الحل. ثم بعد ذلك نشأ خلاف عند طائفة من علماء القرون الوسطى، ثم اشتهر واستفاض الخلاف عند المتأخرين، من لا خبرة له بأقوال السلف يظن أن في المسألة خلافا، وهذا غلط، لم يكن في خلاف بين الأوائل، إنما نشأ الخلاف عند الأوائل.